رمضان معنا أنقى وأتقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحي هلا بكم. اليوم كان في بداية عمل لكثير من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وكذا، وكان من ضمنها إدارة أعتقد الترخيص، السواقين والمركبات، وكان في اكتظاظ كثير لأنه قدرت الأعداد بمئتين ألف سيارة اللي كان بدهن ترخيص أثناء فترة الحظر والأزمة الماضية. ولكن يعني الحق يقال، يعني تشرفت اليوم بزيارة واحد منها وهو إدارة ترخيص السواقين والمركبات في محافظة إربد، وكان طبعا موجود اكتظاظ وأعداد كبيرة، لكن حقيقة الشكر كل الشكر لأفراد وضباط الأمن العام القائمين على ترتيب واستقبال هؤلاء الناس من خلال السلامة العامة والشروط الصحية اللي هي القفازات والكمامة والتباعد ودخول الناس يعني بانتظام. وحقيقة كان يعني والابتسامة اللي موجودة وحسن التعامل مع المواطنين، فنقول جزاهم الله خير في هذا الشهر الفضيل على ما يقومون به من جهد، وأيضا معهم رئيس القسم ومساعديه الرائد أعتقد حمدي الزغول وكل زملائه حقيقة الذين فعلا نعتز نحن حينما نجد هذا التفاعل وهذا التفاني في العمل وحب العمل وتحمل المشاق العمل والعبء الكبير. يعني بتعرفوا اليوم أول يوم كان دوام، فنقول شكرا لهذه الجهود كلها وبارك الله فيكم وحفظ الله بلدنا وقيادة بلدنا وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة وكل من يغار على المصلحة العامة. معنا اتصال من أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياكم الله وإياكم إن شاء الله. شيخ، في عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السريعات، السؤال الأول هو عن ذنب الوجهين يا شيخ. نعم. السؤال الثاني عن شهادة الزور. نعم. الثالث اللي هو عن إيذاء الجار يا شيخ، ولك ألف 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 شكر. حياكم الله، يا مرحبا. الله يرضى عنك يا شيخ. وإياكم إن شاء الله. عمر من البلقاء، السلام عليكم. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. كيف حالك؟ يا هلا. والله يرمي عليك ما تنساني، أنا حكيت معك قبل يومين اتصلت معي. نعم إن شاء الله بصير خير. والله يا شيخ الظروف صعبة جدا، والله الله يعلم. إن شاء الله خير. حياكم الله. حياك. كان في يعني سؤال من أم محمد، ذا الوجهين. ذا الوجهين هذا ليس من ديننا، لأنه الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان مما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا الوجهين. قالوا من هو ذا الوجهين؟ قال الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، يعني كأنه
يكون يعني عنده فتنة، يكون عنده بيضحك على الناس، بيجي وهذا منتشر كثير، وخاصة في ظروف الانتخابات. في ظروف الانتخابات عندك بقول لك أنا عندك ومعك وأبدا وما رح مثلا نصوت إلا إلك، بيجي شخص آخر فيقول له نفس الكلام عندك وكذا، فأكثر حتى مش بس وجهين، بعض الناس أكثر من 20 وجه للأسف الشديد. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التصرف وهذا السلوك، لأنه هذا النوع من السلوك فيه كذب، فيه كذب، ولا يصلح أن يكون المسلم كذابا. فإذا بدأ يكذب فبدأ إيش يعني ينتقص ذلك من إسلامه ومن إيمانه. أيمن من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله يا مرحبا. كيفك شيخنا، شو أخبارك؟ الحمد لله، والله برنامج رائع جدا والله يعطيك العافية. الله يكتب لنا ولك الأجر إن شاء الله. والله بدي أسألك سؤال واحد. تفضل. هلا أنا أيام بروح على شركات معينة بعطوني دعايات، نعم. أيام بعطوني زي مكتة الدخان وقداحة وأشياء زي هيك. نعم. هلا هذول أنا بعطيهم لناس معينين، المكتة الدخان والدخان القداحة. نعم. ففي علي إيش أنا هون؟ يعني بعطوك دعايات لشركاتهم في بداية السنة. بداية السنة يعني مثلا كم أجندة، ومن ضمنهن اللي هي المكتة أو المتكة. أيوة سميها مكتات. أيوة طبعا دخان. نعم مرفض. يعني لو أنا حطيت فيها محرمة فاين شو بصير؟ بتظلها مكتة يعني للدخان؟ هي يعني ممكن تستخدم لغير الدخان ولا لا؟ لا يمكن تستخدم. طيب ولاعت سميتها انت ولاعة السجائر. ايوه. ممكن اولع فيها الغاز اللي في البيت ولا لا؟ اولع فيها مظبوط. صح ولا لا؟ مظبوط شيخنا. ممكن اني اعقم فيها شيء ولا لا؟ صح. اذا احنا ما نحصرها في هذا الشيء، فصارت يعني انه يجوز استخدامها. هل انها للسجائر او غير السجائر؟ نعظم فيها الجانب الخير، نعظم فيها جانب الخير يا سيدي. بارك الله فيك شيخ. حياكم الله يا سيدي، يا مرحبا. محمد عبد الغفور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا هلا ومرحبا. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. يعطيك العافية. الله يعافيك ربي. والله نحبك يا شيخ، كل يوم نتابع برنامجك. الله يحبك وبارك فيك. بأي صف أنت يا محمد؟ سادس. حكيت معنا قبل هالمرة أنت صح؟ أيوة. كيف أمورك؟ كيف الدراسة عن بعد؟ والله الحمد لله. اشتقت للمدرسة يا محمد؟ والله. يلا ان شاء الله غمامة وبتزول ان شاء الله، وبترجع لمدرستك بإذن الله، وبتنبسط مع زملائك ومع مدرسينك ان شاء الله. شو سؤالك يا محمد؟ شيخ، اولا الله يحمي بلدنا ملكنا ارضا وشعبا، واقدم شكري للدكتور سعد جابر اولا وايضا جميع افراد الحكومة اللي ما قصروا. نعم. وعندي سؤالين شيخ. تفضل. اولا لما الواحد يكون يصلي التراويح وبقرأ قرآن، من القرآن يعني هو بقرأ مش من عنده، يقرأ من المصحف في صلاة التراويح. نعم. لما يصل لسجده شو يسوي؟ يعني يسجد ولا عادي؟ يسجد. ليش ما يسجد لما يكون يصلي جماعة؟ يعني يسجد طبعا عند السجدة، في سجدة يسجد الإمام لحاله ولا لا؟ يسجد الإمام والمأمومين. نعم. شو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، إذا حدا حط معقم على الأذين، المعقم وشمه بالغلط، يعني ما كانش قاصد يشمه، هل بخطر يعني؟ لا ما بفطر ولا العطر بفطر ولا العطر بفطر. ماشي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك وبارك فيك يا رب ويفتح عليك. عماد من الكرك، السلام عليكم أخ عماد. السلام ورحمة الله، كيف حالك فضيلة الشيخ؟ يا هلا ومرحبا. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد والشكر لله. ألو. تفضل، سامعك أنا. ألو. سامعك أنا، سامعك. سامعني أنا؟ سامعك. ألو. سامعك أنا، أنت سامعني؟ سامعك. نعم شيخ. تفضل. سامعني أنت؟ أنا سامعك بوضوح. تفضل. تفضل أخ سالم. عماد سالم، تفضل.
يبدو أنه مش سامعنا. كان في عندنا سؤال من الأخت أم محمد. شهادة الزور، شهادة الزور يعني تعتبر من يعني كبيرة من الأعمال التي يحاسب عليها بغلظة، يعني وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وكان متكئا فجلس حتى قلنا ليته سكت. يعني كان يتمنى الصحابة أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسكت رأفة به، وهو يحذر الناس من شهادة الزور، لأنه شهادة الزور تذهب بحقوق الناس أو تفقدهم حقوقهم أو تفتري عليهم شيء، يعني ممكن أنه يشهد على إنسان فيقتل هذا الإنسان أو يحبس أو يؤخذ ماله، كل هذا بسبب شهادة إنسان كاذب وهي شهادة الزور والعياذ بالله. محمد بن عمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك بخير يا دكتور. وانت بخير وصحة وهدات بال يا مرحبا. أسألك السؤال دكتور. تفضل. يصير الوحدة تسلم على خال زوجها؟ تسلم المرأة على خال زوجها. عندك سؤال آخر؟ لا بس هذا السؤال. نجيبك إن شاء الله. أم محمد من الكرك، السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. كيف حالك؟ يا مرحبا. يا شيخ أنا بدي أسألك هذه الثلاث. تفضلي. أول شيء يا شيخ يعطيك العافية. الله يعافيك ويبارك فيك يا رب. يا شيخ أنا قبل جوز 5-6 سنوات مرض. نعم. يوم أن عمر صدفتني الدورة، جتني الدورة وطفت وسعيت وحرمت من عبارة علي، طفت وسعيت وأني الدورة علي، لأن عمرت مع ناس مع رجال غريبين عني، أخوي كان مقوم الحملة واستحيت، يعني خجلت لأقول لهم أني هيك هيك. طيب وما عدتيها؟ ما عدتيها؟ لا أنا عمرت قبلها قدامها، أنا عمرت ما شاء الله بدي 15 عمرة بالبركة إن شاء الله. لا يعني في نفس السفرة هاي لما طهرتي ما رجعت تجيبي عمرة من مسجد عائشة؟ ما جبت عمرة لأنهم رجعوا عن مني وكانت الدورة علي، وخجلت من الرجال الغريبين عني لأقول لهم أني الدورة هيك هيك علي، وحرمت من عبار علي وطفت وأني الدورة علي. وشو حكمها هذا علي إشي عليك الطارة علي؟ أول شيء يعني إنه هذه العمرة لم تكن عمرة ولكن لك أجر الحياة إن شاء الله، ربنا يكتب لك أجر الحياة، وما دام إنك اعتمرتي عمرات غيرها اعتمرت الحمد لله حوالي 15 عمرة وثلاث حجات الحمد لله. أما لو كان حج بكون في أحكام أخرى، أما العمرة يعني عند جمهور العلماء على أنها سنة، ولكن الشافعية يرون أنها فرض في العمر مرة واحدة، فما دام انك معتمري قبلها وبعدها ربنا يتقبل منك ولك اجر الحياة. والله اخذت في الاسباب، قلت اذا ربنا بقول اذا ابتليت فستت. ربنا يعطيك اجر الحياة. في عندك سؤال اخر؟ والله في عندي دكتور، انا بقرأ القرآن وبتهتف فيه. نعم. وبس من 3 ايام من عند جزء 29 19 بقرأ الحج لي زوجي وأنا بعيد وراه. ما شاء الله الحمد لله بعيد وراه. إليك أجرين، أجر القراءة وأجر الطاعة الزوجية والمحبة، وإليك أجر ثالث، أجر المشقة في قراءة القرآن وأجر قراءة القرآن وأجر الوفق الحمد لله. يعني ما العمرة هذه ما علي حرام منها يوم اللي طلعت؟ لا لا إن شاء الله إن شاء الله. لا لأنه فيه سبب يعني. الحمد لله. والله يا شيخ إني خجلت من الرجال الغريبين، هو أخوي قاعد دوم الحملة بس خجلت والله. لا هو أنت كان لازم مرة ثانية أو مشان الخوات اللي بسمعن الآن بتحرمي من الميقات عادي كويس.
ما صدفت انه اني طهرت وهم قاعدين في مكة. لا لا، ما انا بقول لك بتحرمي من الميقات، يعني من بيار علي. من بيار علي حرمت انا. ايوه، وما بتطوفي في البيت، يعني ما بتسوي طواف، بتظلي لما تطهري بتظلي محرمة، لما يصير الطهر بتطوفي بالبيت وكذا وبتعتمري، اما بتكون محرمة من غير ما تطوفي بالبيت. والله اني طفت يا شيخ. يعني انت بجوز لك تعملي كل الاعمال ما عدا الطواف بالبيت. والله اني طفت وسعيت، ربي يغفر لي. ربنا يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. بعدين صلاة السنة والتراويح بصلي مثلا، او بصلي مع جوزي جماعي، جوزي ظهري بوجعه. نعم. بصلي على الكرسي واني بصلي معه، بس بظل لا ابدا محل السجود، واني بصلي واني واقف وبسجد واني معه على الكرسي عشان اخذ اجر الجماعة. خلفه، بس خليكي خلفه. ان شاء الله. يعني صلي وراه مباشرة. ان شاء الله. ربنا يتقبل ان شاء الله، ولا تنسينا الله من الدعاء. والله يا شيخ كل يوم انك تستودعنا الله، اني بستودعك الله. الله يجزاك الخير وبارك بعمرك ان شاء الله ويتقبل منا ومنك. ام وليد، السلام عليكم. ام وليد السلام عليكم. الو الو الو، في معنى خط يا شباب ولا ما معنى؟ الو. طيب، ظل عندنا سؤال. ام زعل من جرش، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ام زعل معك يا شيخ. اتفضل يا ام زعل. وشلونك يا خيو؟ ان شاء الله بخير. الله يقويك يا مرحبا. والله يا خيو دسرك السؤال ولا سرك عن ذنوبك. اسألي. جارتنا جوزها توفى. الله يرحمه. طيف صار له 4 أيام 5 أيام. رحمة الله عليها. وفي أصحاب لها، وخلها تطل علينا ونعزي عليها. طيب. وهي طلت عليهم. قالوا ان يرحمنا في قصتي، قالوا ان الاسلام، قالوا لها لا تطلع على الزلام الغريبين، وتقول المكبار وطلعنها عليها وطلق عليهم مع الباب، قالوا يرحمنا في قصتي. قالت تعيش. قديش عمرها؟ قديش عمرها؟ والله في وقت 60، يعني فوق 60 بعدها صبية. يعني عليها شيء من الشيخ ولا عادي؟ يعني هي طلت على الختايري وقالوا لها عظم الله اجرك. ما قالوا ان عزي عم فلان. وطلت من عليهم من مع الباب طلت وقالوا يرحم فقدتي. وكان حواليها حريم، وكان حواليها وقت العزاء، يعني 3 أيام العزاء. يعني كان في نسوان حواليها بنات وعيالها، واحنا عندها جارات وكنا، يعني ما في خلوه ولا في شيء، ما في. لا 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 عادي. يا ستي الله يرحم زوجها ان شاء الله وصبرها. ودفعك ويسرك من ذنوبك يا شيخ كمان. اسالي. اصلي على، انا احب اصلي على البلاط. اي احسن، اي افضل اصلي على هدم ولا على نفس البلاط؟ افتح هذا بجوز وهذا بجوز عادي، يعني ما دام عندك هدمه وهد تصلي عليه صلي، اذا ما فيش فبتصلي على الارض. بس انا احب اصلي على البلاط، اقول اريح وابرده. خلص اللي برايحك سوي. الله يطول عمرك. شلون اسلم على اهل؟ سلم. الله يسلمك، طول عمرك ربي. محمود الدلابيح من المفرق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا. هلا يا سيدي الشيخ، حياك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا سيدي الشيخ، صلى الله عليه وسلم. سؤالي، لا إنسان حلف يمين أثناء الحجة، نعم، أوعد فلان من الناس أنه والله لا أقام تقول كذا، أو أنه أجي يعني بس أصل سأطلب، ايش بده يطلب؟ ايوه طبعا انسان يعني، فاوعدها للخطبه. نعم. اي نعم. ولما وصلوا على الاردن؟ نعم، بعد ما اجى من الحج طبعا بالاردن، نعم، من السعوديه اجى للاردن. نعم. بطل. طبعا شيخ بطل لأسباب معينة، ما شاف الاشي الكفو بالحكي هذا، وهو وعده انه يتم الخطبة. نعم نعم، ما كان كاتب كتابه ولا شيء.
نعم سيدي. ما كان كاتب كتابه ولا لا كان لا كان قارئ كان قارئ كان قارئ الفاتحة. قرأها وين بالحج؟ لا وين قرأ لا. الفاتحة قبل ما يروح الحج. ايوه قبل وحلف نعم يمين بوجود الاهل وجود لا هو خروج خروجا الفاتحة وطلع خروجا من الخلاف. نعم بيطلقها طلقة ما دام نعم. قرأ الفاتحة وكان في ابوها موجود او وليها موجود وكان في ايجاب وقبول يقول لها طلقتك. نعم معي انت؟ نعم انا معك سيدي الشيخ. يعني بطلقها طلقة يعني يجب ان يطلقها لانه في يعني ايجاب وقبول وشهود ولي. نعم ولي امرها كان موجود وقروا الفاتحة وفرقوا حلو بمهن الله وكل شيء كامل يطلقها طلقة الأخير. يطلقها طلقة يا سيدي. نعم وسلامتك وعد ما فيش لأنه خطوبة. طيب سيدي الشيخ بالنسبة لل نعم تفضل. طيب سيدي بالنسبة لل الصلاة اللهم نعم. صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعني من التلفون أخ محمود. أنا سامع فضلنا وسي شوية. نعم تفضل. نعم 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 هو لفظ انا دائما اسمعك من التليفون لان دائما اتابعك يا شيخ والله. الله يجزاك الخير. الصلاه ايش ايش سؤال الصلاه؟ الصلاه يا سيدي عزيز بالنسبه للجلوس هل يقيم انك يحق لك تقوم الصلاه وانت جالس مثلا ركعتين وتجيب ركعتين او اربع ركعات الفرض هل يجوز انك انت جالس على الكرسي تقيم الصلاه او توقف وقوف؟ إذا ما بيقدر بيقدر يقيم الصلاة وهو جالس إذا كان ما بيقدر يوقف لكن إذا كان يستطيع الوقوف فيقيمها وخاصة عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم فيقف وإذا كان قادر على الوقوف بده كمان يكبر التكبير يكون مع الوقوف إذا كان قادر. نعم نعم وهذا طبعا بالفريضة في النافلة ما فيش إقامة ويستطيع نعم. أن يصلي وهو جالس يستطيع يصلي وهو جالس إذا نافلة. نعم حياكم الله أخ محمود. أشكرك سيدي أشكرك يا مرحبا سيدي. يا مرحبا فضية من عمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالحجة وبيك يما وأمريني. استغفر الله أنا يما عمري 71 سنة. العمر كله ربنا يعطيك الصحة ليك. والعافية يا رب ليك بعد كمان ليك وجميع وعندي أولاد. نعم وعندي بنت. نعم والحمد لله رب العالمين. أصلي وأنا قاعد أصلي وأنا على الكرسي ما أقدرش نعم. أركب بأقف بس أركب بما أقدر أشدي. نعم ربنا يعطيك الصحة والعافية جميل جميل. الصلاة الصلاة يعني ما بتقدري تركعي ما بتقدري تسجدي. ما اقدرش احط ركبي بالارض. نعم اذا انت صلي على كرسي يا حجة. صلي على كرسي ماني عشان هيك. نعم بتقدري توقفي على حيلك. اقف حيلي كل صلاتي واقف حيلي. طيب بس انه ركبي ادي عليه لما تيجي تركعي او تسجدي اجلسي على الكرسي. على الكرسي. نعم ربنا يتقبل ان شاء الله. جميل منا ومن كوسات الأعمال. آمين يا رب العالمين. الله يمطيك من هداك البال وتوفيق الأمر يا رب وإياكم إن شاء الله ويجزاك الخير وبارك بأمرك إن شاء الله ويتقبل منا ومنك وما يحرمنا هالطيبين. أم محمد من جرش السلام عليكم. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا مرحبا. والله بدي أسألك عشان الفطرة. نعم يا ستي أمريني. الأب يعطيها لبنته؟ للبنت لا مجوز يعني يعطي لزوجها يعطي لزوجها او لاولادها. ان شاء الله يعطي لاولادها او لزوجها ان شاء الله. اما الها لانها هي بنته البنت والولد ما بنعطوا ولا الاب ولا الام. عندها اولاد هي يعطوا لاولادها اذا فقيره. ان شاء الله
أو لزوجها إذا فقير. إن شاء الله. الله يتقبل يا أم محمد. الله يعطيك العافية. فيه. الله يعافيك يا ربي. إيمان من جرش، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ حياكم الله. بدي أسألك عن الفترة عادي يعطيها واحد من إخواني. يعطيها للأخو؟ بصير يعني يعطيها لأخوي. بصير تعطيها إذا فقير. شرط إنه أنت ما عندك عيال وهو ما عنده عيال. أما إذا عندك عيال، أنت عندك عيال وهو عنده عيال، بصير. وهو فقير طبعا. طيب مثلاً هو بحاجة يعني. إذا فقير. ربنا يعني يتقبل إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك ويبارك فيك يا رب. هلين هلا. كان أيضا عندنا الأخ حسين النمرات من إربد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور محمد. يا هلا حج حسين، وتقبل الله منك الصيام والقيام والطاعة الخاصة لوجه الكريم. آمين يا رب العالمين. دكتور محمد تحملني في عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، تفاوت عدد التسبيحات في الصلاة دكتور محمد، هل يؤثر على الصلاة؟ وإذا كان في تأثير على الصلاة، ماذا على المصلي أن يفعل؟ هذا السؤال الأول. هو المطلوب منه ثلاث ثلاث. إذا كان في تفاوت، إذا بده يزيد يزيد بجوز الزيادة، لكن السنة ثلاث ثلاث. سؤال الثاني، السؤال الثاني دكتور محمد، دكتور محمد، إذا رفع العذر الشرعي عن المرأة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، هل تؤدي صلاة العشاء؟ هذا السؤال الثاني. نعم تؤدي صلاة العشاء لأنها ما زالت في وقتها. دكتور محمد السؤال الثالث، طبعا دكتور محمد هذا السؤال بدي حملك إياه أمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقع في زمنه الطاعون أغلق المساجد، هذا شيء معروف، لكن هل أغلقه، ما المدة التي أغلق فيها المساجد؟ وهل في هذاك اليوم منع الناس أن تؤدي فريضة الحج ومناسك العمرة دكتور محمد؟ طبعا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف قول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. يا أخ حسين، أخ نعم. حسين حج نعم. حسين نعم، خلينا نحكي بهدوء. أول شيء هذه الآية لا تنطبق على ما نحن فيه. دكتور محمد أنا عارف، وقال لك الرسول ما كان يخالف هذه الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم، أول شيء، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. المنع هنا منع كفار، بمعنى أنه ممنوع تقرأ، ممنوع تصلي، ممنوع تفتح المسجد، ممنوع ممنوع. هلا إغلاق المساجد الآن اللي موجود هو مغلق لمصلحة معينة. نعم. اللي هي حفظ حياة الناس. نعم. والناس اللي عم بيغلقوا فيها نحن نحسن الظن فيهم. نعم. يعني ما منتهمهم لا في دينهم ولا منتهمهم في يعني في علمهم، فهم أصحاب علم. لا أتهم أحد، ولكن أريد التوضيح والتبيين. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال صلوا في بيوتكم. صلوا المدة اللي أغلق فيها المساجد كم يوم كان؟ حتى ينتهي هالوباء. شكرا دكتور محمد، وصلت الفكرة. حياكم الله يا سيدي. يا مرحبا. أم ضياء من الطرة، السلام عليكم. أم ضياء السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شلونك شيخي؟ الحمد لله تمام. السلام عليكم. بس وطوا للتلفزيون يا أم ضياء، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسألك، أنا حامل الشهر السادس، أرجوك لين يعفون. حاسة بتعب ولا مش ما في تعب عليكي؟ لا والله تعب يعني. الدكتورة شو حكت لك الطبيبة؟ حكت لي إني أفطر. حكت لي لا يعني. بتفطري وبعد رمضان بتقضي إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يتقبل وإن شاء الله ربنا يرزقك الولد الصالح. منذر من عمان، السلام عليكم يا منذر. السلام عليكم دكتور محمد، كيف حالك؟ حياك الله يا مرحبا. خذني بحلمك دكتور، احنا نحبكم في الله. عمرك شفتنا معصب؟ لا ما كنتش معصب، لا دائما انا بحبك في الله والله. الله يحبك، تفضل يا سيدي. لا دكتور في عندي سؤالين، انا زي ما حكيت لك هذيك المره بس انت ما جاوبت يا سيدنا الشيخ. تفضل، اللي بنقدر نجاوب بنجاوب، ما بنعرف ما بنجاوبهوش. طيب يا سيدي العزيز، عندي هاجس ووادس من الموت بشكل شديد. ذلك من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اذكروا هادم اللذات. ما هو يعني بدنا احنا شو يعني، لما تجيني انا عندي كلون عصبي اصلا، لما تجيني النخزات هاي يا سيدنا الشيخ
تجيني باتجاه القلب والصدر نفخات وكذا. نعم أسأل الله. تبقى خمس دقائق أو أربع دقائق بتروح، بس أنا بدي تعطيني دعاء أو آية. أسأل الله لك الشفاء عشان ما أخاف من الموت والوسواس. قول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. وشو كمان شيخ أدعية وحديث ولا؟ الأدعية اللي في الشفاء، اللهم نسألك شفاء، شفاء لا يغادر سقما، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، إنك على كل شيء قدير. وسواس الموت شو علاجه؟ هذا من السنة أنه يذكر الإنسان دائما هادم اللذات. قالوا وما هادم اللذات؟ قال ذكر الموت. طيب شيخ آخر سؤال تحملني. تفضل. الميت بتحلل جسده في قبره وكم المدة يتحلل فيها يشعر به؟ والله علمها عند الله، ممكن ما يتحلل وممكن يتحلل حسب نوع التربة، بس ما بشعر بها سيدنا الشيخ صح؟ ما في مدة معينة يعني، ممكن نوع جسمه ممكن. لا لا قصدي هل يشعر الميت يتحلل جسده، مش المدة قصدي. كيف؟ هل يشعر الميت يتحلل جسده في قبره بالأجواء اللي في الدنيا بعد ما متت حتى أعلم؟ لأنه هاي الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فايز العوامر السلام عليكم. مرحبا دكتور. يا هلا أبو صدام. كيف حالك شلونك؟ كل عام وأنت بخير. أنت بخير والصحة والسلام عايزين. وهذا الحجر مأثر عليك يا حج فايز وبطلت تبين. والله متابعك أول بس قاعد بسمع لها الناس الأسئلة ما شاء الله، برنامج يعني ممتع. الله يبارك وقته كمان مناسب. نسأل الله القبول لنا ولكم وللقناة ولأصحابها والقائمين عليها والموظفين والجاليري وكل الناس اللي قائمين على هالبرنامج، ربنا يتقبل منهم. آمين آمين لنحفظك إن شاء الله. آمين. والدكتور ذكر الشيخ يشكره كمان على ترتيب البرامج. الله الله يبارك فيك. الله يحفظكم إن شاء الله. يا سيد العزيز سؤالين أو سؤال حتى خلينا نقول يعني للسهر يا دكتور. اتفضل يا سيدي. إذا سهرين الصبح. نعم. على التليفونات. نعم. على الواتس وعلى المشابه ذلك، على التواصل الاجتماعي. نعم. بالفجر وبعد الفجر. وقبل نايمين بالعصر من الساعة 3 الساعة 4 للساعة 2 يعني قبل نايمين يعني هذه نعم. وصيحة. نعم. توجيه منك لهم يعني هاي ترى يعني خاصة مع الحجر ومع العطل الدوائر الحكومية والشركات الناس كذا. إن شاء الله. بالنهار نايمين. وبالنهار نايمين وبالليل على التليفون كل فجر للساعة 5 6 وهم محجورين مش قادرين وين يروحوا يا سيدي. فهاي الشغله مزعجه عند الناس يعني منتشره كثير، فحبيت اثيرها من خلالك يعني. حاضرين يا سيدي سوف نلمح لها يا دكتور. سوف نلمح بذلك ان شاء الله ان شاء الله. وبعدين في دكتور يعني كمان سؤال قبل شوي واحد من الناس السؤال يعني في اسئله تحسها تعجيز يعني او احراج الشيخ او كذا ما بعرف ليش يعني بالسر على شغله معينه. لا سيدي انا بطلع على الهواء والفضائيات من عام 1998 وانا على الاذاعه وعلى التلفزيون. معروف. السؤال اللي ما بعرفه انا كمحمد الغول بحكي لهم انا ما بعرف. صحيح ما بعرف وما عندي علم في هذه المساله عادي. لا يحرجني لا يحرجني ولا احرجه، بحكي له ما بعرف نهائي. اما في ناس بده قال ليش 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 يعني أنا بحكي له ما بعرف، اللي ما بعرفه بحكي له ما بعرف. يعني أنت اللي سألت عارف نفسك، عارف يعني أنت الجواب. أحياناً عارف الجواب، أحياناً نحن نحسن الظن بإخواننا إنه هو بيعرف السؤال والجواب لكن يريد تعميم الفائدة على الآخرين، فالله يجزيهم الخير يا سيدي. السؤال من شخص واحد ولكن الفائدة والإجابة للجميع. للجميع صحيح. نعم. وإن شاء الله جزاك خيرك دكتور محمد. آمين آمين. شكرا شكرا. حياكم الله يا سيدي يا مرحبا. عاصم من العقبة السلام عليكم. سلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟ كيف صحتك؟ وينك يا عاصم؟ وين هالغيبة عني يا عاصم؟ والله بنحاول نمسك الخط ما بنمسك معك. مو ظابط يا عاصم؟ بأي صف صورة يا عاصم؟ والله عشان من بقعة تاسع. ما شاء الله تبارك الله، احنا أصدقاء من أيام وأنت بالسادس. والله. صحبتنا قديمة صارت ها؟ والله يسعدك. بعدك ساكن بالعقبة؟ تفضل يا صاحبي. والله في العقبة، رحنا عماد ابو ورجعنا. ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب. تفضل. يا رب يا شيخ في عندي كم من سؤال بسألك اياهم. تفضل. يا شيخ صح ربنا قال كل شيء محلل في البحر. كل شيء في البحر؟ كل شيء في البحر محلل. كل أكل في البحر محلل.
يعني سمكة قرش كل إشي. طيب هل الفقمة حلال ولا حرام؟ الفقمة حلال ولا حرام؟ آه الفقمة بتعيش بالبر وبالبحر ما هي؟ لا ما هي تعتبر من إيش؟ البرمائي. أبرمائية هاي احنا بنحكي عن اللي بيعيش في البحر بس في البحر. اللي بيعيش في البحر بس في البحر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايش حكى؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كل اشي في البحر بتاكل. لو كان ميت لو كان ميت فهمت علي؟ فهمت. طيب شو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ ربنا خلى كل شيء الا الصيام لا خلى له. كيف يعني؟ يعني ربنا ايش قال؟ كل شيء لعبدي الا الصيام، فانه لانه هذا سر بين العبد وبين ربه. لانه هذا الصيام سر بين الله وبين العبد. فالله عز وجل كافأ عليه ليكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأجر الكبير فيه. شو كمان عندك أسئلة يا عاصم؟ والله يا شيخ ما فيش عندي أسئلة، بس في كمان آخر سؤال. هسه بنفع يصلي الواحد مع التلفزيون يعني زي تبع المكة؟ لا ما بصير، يعني مقتدي تقتدي بالتلفزيون؟ يعني يصلي مع صلاة التراويح بس؟ لا ما بصير، بدك تصلي لحالك لأنه التلفزيون بعيد عنك بصير. لأنه لا يكون يعني انت قاعد جنب التلفزيون. لا 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 هو الامام بعيد في بلد ثاني بكون. ايوه يعني ما بصير يصلي معه. لا ما بصير تصلي معه. طيب. الله يا عاصم ربنا يكبرك وربحك ونجحك ووفقك ان شاء الله بوجودك ان شاء الله. انا بدي اقول للمشاهدين انه عاصم صديقي، صحيح ما عمرني شفته ولا هو بشوفني لكن ما بشوفه، لكن هو صديقي على البرنامج. ربنا يوفقك يا عاصم. شوف امي بتسلم عليك وبتحكي لك ادعي لها. الله يوفقها وبارك بعمرها وفرح قلبها فيك ان شاء الله. ام ابو هاني من بيرين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل الاحترام وتقدير لشخصك الكريم. ولكم كذلك سيدي. انت زميلنا بالجيش بالفرقه الثالثه والله. والله اتشرف يا سيدي. الله يسعدك، كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك. كثير بيشوف شباب كثير عندنا هنا ويقول لك انا صايم صايم، اوكي. صايم وتارك صلاه. تارك الصلاه وصيام بيصير؟ جاهز صيامه؟ يعني انت عارف الحديث النبوي الشريف في هذا، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر العمل وان فسدت فسد سائر العمل. نعم. فأيضا الحديث الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فالصلاة هي الأساس. السؤال الثاني تفضل يا سيدي. أنه بتقول لي يا عمي تعال صلي تراويح أو عشها معنا، بقول لك كل الليل عشاء. مر عن الرسول كلام هذا أنه كل الليل عشاء؟ لا ما مر إيش، ولكن يجوز يعني من السنة تأخير صلاة العشاء للساعة 11 يعني حتى لمنتصف الليل، يعني لا يفتر الإنسان يعني ينعس ويتعب وبعدين يقوم ينقر أربع ركعات ونام، يعني يظل بقوته. يا سيدي جائز أنه أنا أفطر زوجتي أثناء الفطور أكسب فيها أجر أم فيها حبة تمر فيها أجر؟ يعني أنت منين هي بتجيب؟ ما هوش أنت اللي بتشتري كل شيء؟ قدامي مثلا يعني أنا لو طعميتها مثلا فيها شيء؟ يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقمتك في فم زوجتك صدقة. يعني لما أنت بتشتري الطعام للزوجة والأولاد وخاصة الزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقمتك في فم زوجتك صدقة. يعني مأجور يعني. لك أجر كبير يا سيدي، هذه رومانسية عالية أبو هاني. طبعا يعني كل يوم والله اول ما تنطر بنيدي يعني هسا بدك انت تفسد النسوان كلهن عجيزانهن هسا بدهن يطلع عن الف واحد يقولن اسمع اتفضل هاي ابو هاني رومانسي مسلم قانت عابد واول ما بفطرها وبقول لها شكرا وجزاك الله خير على هالاكل وفتحت علينا باب ابو هاني طيب شو جاي اسوي بحبها الله يحبك وبارك فيكم ويجمع بينكم بالخير وبارك لكم وعليكم إن شاء الله ولقمة اللبن أول ما طعميها إلها والفطور كمان كذلك
الله يجزاك الخير ان شاء الله. شو بدنا نسوي يعني؟ ميزان حسناتك. لكننا من برا يا شيخ. انت من الكرماء يا سيدي، ما اكرمهن الا كريم. والله دعواتك ان ولها والله رجليها بجعمها. الله يشافيها وعافيها. وشافيك وعافيكم ومتعكم الصحة. ولكم يا سيدي. حاتم الخوالدة من العقبة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا شيخ. يا هلا. حازم الخوالدة، حازم العقبة. ونعم ونعمتين يا مرحبا. منك شادك شيخ، بدي استفسر سؤال بس من عندك. اتفضل يا سيدي. شيخ أسأل سكان العقبة. أول شيء الدكتور ناصر الخوالدة بتعرفه؟ دكتور ناصر الخوالدي؟ رئيس جامعة كان ودكتور في الجامعة وصديق عزيز. والله والنعم، بس والله ما عرفت دكتور. لا لا، إذا في حد ما بيعرف دكتور ناصر. على كل حال الدكتور ناصر بقول لي إنه بسببه هو كل الخوالدي بيحبوني قد ما بيحبني، وأنا بحبه والله وبحب الخوالدي كلياتهم. والله وإحنا بنحبك بالله، بعدين الخوالدي على مستوى المملكة كاملة. أبدا، معك الطفيلة ومرصع والهاشمية وبلعمة والمفرق، كل الخوالد حبايبي. يعني شو بدك احسن من هيك حبي وحتى منطقة العالية شو اسمها؟ عيمة. عيمة، وكمان في واحدة ثانية العالية القارثية. والخالدية. نعم، هذا في عز الصيف برد يا شيخ. ونعم ونعم يا سيدي. منك وأمرني شيخ، الله ما يمر عليك ظالم ان شاء الله. شيخ بدي اسالك سؤال، هسه احنا سكان العقبه. نعم يا سيدي. فبنروح على الطفيلي، بنروح يعني كيف زيارات او بنروح يعني في عرس لا سمح الله في عزه في شيء؟ نعم. في بقدر بطلع لي اني اقدر اجمع اقصر في نفس المدينه في الطفيلي؟ يعني لمده 3 ايام 4 ايام. سكنك في العقبه وبيتك في العقبه؟ نعم. بتروح يوم يومين، قديش بتظل هناك في الطفيله؟ والله يعني الواحد بكون عقد اني نظل 3 ايام 4 ايام. لا ما بدك تكون محدد. هلا انت لك بيت في الطفيله ولا عند الاهل؟ عند البيت الشخصي ما في، بس في للوالد بيت. عند الاهل بتروح. هلا اذا 3 ايام ودون بتقدر تجمع وتقصر، اذا اكثر من 3 ايام بتتم، يعني اذا عارف حالك رايح اكثر من 3 ايام بتصلي صلاه تامه مجرد وصولك. اذا 3 ايام ودون أقل من 3 أيام تجمع وتقصر. يعني لو ثنيتين أطلع يوم يومين 3 أيام بيطلع بنجمع بقصر. تجمع وتقصر لما ترجع على سكنك في العقبة. شكرا يا شيخ، شكرا يا حياك الله حازم. يا مرحبا. عماد سالم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ احنا آسفين انفصل الخط عليك، يبدو البث ضعيف أو شيء. لا أمرني. إنك ما في عندي بث، والله أنا في منطقة فيها وادي وما فيها بث. يا سيدي إن شاء الله البث مع رب العالمين، إن شاء الله دعواتك مستجابة يا رب. وأمرني. الله حييك يا فضيلة الشيخ. تحيا. حياك الله. ولكم يا سيدي. الله. الله يا ربنا يدخلك الجنة إن شاء الله يا رب. آمين آمين. في عندي سؤالين يا شيخ. الآن واحد فطر مثلا في رمضان شايف 8 أيام وشب، يعني صحته ما شاء الله فيه يعني. نعم. صحته فيه كل شيء. فطر يعني عامد متعمد يعني. لا فطر يعني 8 أيام، يعني مرات بيفرح مع حلال، بلقط مندورة، بيشتغل يعني سوي زيك يا شيخ يعني. يعني أفطر عامدا ولا مثلا وهو يلقط بندورة في الحر الشمس مثلا تعب؟ نعم نعم. وأوشك على الهلاك. في فرق. إذا مثلا أثناء العمل تعب. نعم. وأوشك على الهلاك يفطر. نعم. ويقضي. نعم. لكن إذا بس إنه والله بلقط بندورة، في عمال كثار بيشتغلوا عمل جاد وشاق وكذا، واللي بيسرح الآن إذا كان عنده خبرة بالرعي ما بيتعب، ترى بيمشي شوي شوي على مهله وهو والغنم تبعه بيمشي فيهن بهدوء، بيسرح فيهن في مناطق معينة، بيمشيهن مسافات قصيرة وبروح من أقرب طريق، ولا لا؟ صحيح يا شيخ. بدي اسالك انا الان بجوز نقدر ندفع ثمن نرات يعني الايام اللي فطرنا؟ لا 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 لا، بده يقضي رمضان الشهر الفضيل. الان مكمل الصيام هو بس الثمان ايام يعني. يقضي يا سيدي، يقضيهن الثمان ايام، عليه قضاء اجباري يعني. اي نعم، لانه قادر على الصيام يا سيدي. صحيح. حياكم الله. طيب السؤال الثاني يا شيخ. تفضل. بعد اذنك، الواحد مثلا ابوه ميت الله يرحمه، الله يرحمه تعيش،
بصير يعني يجيب مثلا جاج لاخته هيك يتصدق مثلا لاخته لقرابته يعني يقول هذا روح ابوي هيك عادي؟ بصير اي صدقه عن روح الوالدين جائزه تصل، لانه الولد سواء ذكر او انثى يتصدق عن والديه فيجوز. يعني توصل ان شاء الله في القبر؟ يوصل الاجر والثواب. نعم توصل في القبر يا شيخ؟ يعني يوصل الاجر والثواب ويحسب له يوم القيامه، لانه الولد اللي هو الذكر او الانثى جزء منه، جزء من الميت. طيب الله يوفقك ويدخلك الجنه. في اخر سؤال. تفضل. في اخر سؤال دكتور شيخ. تفضل. الان بقول لك في القبر احنا كلياتنا بنصلي وبنصوم، بقول لك لما الواحد يندفن في القبر شايف؟ بقول لك بيظل حي، بيخش في حياه ثانيه اذا انه بيصلي ومسلم، بقول لك بتوسع قبره عليه النور قبره. القبر له حالتين. اما حفره من حفر النار فيورى مقعده من النار. نعم. ويبقى يتحسر. وإما أن يكون روضة من رياض الجنة، وأسأل الله لي ولك والمشاهدين ذلك، فهو يبقى متنعم. صحيح. آمين يا رب العالمين. حياكم الله. يا الله. بس يا شيخ يعني إذا أنه مسلم وبصلي وكل شيء بيروح على الجنة، يعني بقبره بيخش حياة ثانية، صح؟ الله يكتب لنا ولكم الجنة إن شاء الله. ونور لنا في قبورنا. ما في مشكلة. حياك الله. أم إيهاب من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ آسفين تأخرنا عليك يا أم إيهاب. لا بسيطة، توكل على الله. تفضل. والله بدي أسأل، هلا الواحد لما يطلع زكاة الفطر، نعم، الرجل بدي يطلعها عن زوجته، هل بجوز إني أنا أطلعها عن نفسي؟ بكون أحسن لما أفضل. لأنه أنا عاملة يعني وراتبي منيح، فإنه بصير أطلع إذا على إذا هي قادرة نفسي. إذا هي قادرة تخرج عن نفسها، لكن بما أنه نفقتها واجبة على الزوج فيخرج الزوج عنها وله بذلك أجر وثواب. أما إذا هي قادرة تطلع عن نفسها فهذا أولى. طيب سؤال ثاني، هل بيجوز أني أطلع عن أمي وأبوي لأنه وضعهم المادي سيء؟ كثير زكاة الفطر لك الأجر والثواب إن شاء الله. أكيد يعني بحكي لهم إنه أنا اللي بطلع عنكم جائز. نعم. ما في مشكلة، لك أجر وثواب إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الأخير، بالله يا شيخ إحنا بداية رمضان نقرأ دعاء اللي هو نية الصيام. نعم. هلأ في مثلا في منتصف رمضان أو في فترة الحيض بتكون مثلا مدة طويلة، هل بعد انتهائها نرجع نقرأ نية رمضان ولا نعتمد اللي في بداية رمضان؟ اللي بيصوم رمضان كامل يكتفي بنية الصيام أول مرة. نعم. والسنة أنه ينوي كل ليلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت نية الليل، النية. نعم. من الليل. هلأ اللي بينقطع صيامه مثل المرأة لعذر شرعي أو المسافر أو المريض ويستأنف مرة ثانية الصيام، يعود بالنية من جديد، يعود بالنية الشهر من جديد. يعني بعد انتهاء العذر بنقرأ النية من على طول جديد. ينوي مرة ثانية استئناف النية الصيام بقية الشهر. طيب لأنه انقطع. نعم. طب سؤال أخير، هلأ صدر. بعد رمضان هل بيجوز أني أصوم اللي راح علي قبل شوال أو مين الأولى يعني؟ هذه جائز وهذه جائز. الأولى أن تصومي ستا من شوال. نعم. ليش؟ لأنه وقتها محصور في شهر واحد اللي هو شهر شوال. نعم. لكن القضاء، السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ كنا لا نقضي ما يفوتنا من رمضان إلا في شعبان، اللي هو متى؟ قبل رمضان، لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم منا. ولا يعقل أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها ما بتصومش ست شوال. صحيح. فوقت القضاء يعني معاكو 11 شهر، لكن وقت صيام ست من شوال محصور في شوال فقط. صح. فنعطيه أولوية ولنا الأجر النية إن شاء الله. طب سؤال أخير، أنا يوم الجمعة إذا نويت الصيام مثلا للقضاء أو لشوال جائز؟ يعني افراد يعني انا بدي اصومهم كلهن ورا بعض، هل بجوز ان ادمج الجمعه بينهم؟ يعني الجمعه افراد الجمعه
لا يعني مثلا بدي أصوم من السبت إلى الجمعة ومن السبت إلى الجمعة حتى أنهي القضاء وأنهي الشوال. ما في مشكلة، إلك أجر وثواب، ما في مشكلة. يعني ما في، مش مكروه صيام الجمعة؟ لا، إفراد الجمعة المكروه. إفراد الجمعة، إفراد يوم الجمعة أو إفراد السبت أو إفراد الأحد يكره، فأنت تصومي يوم قبله أو يوم بعده. هذا في حال أنك تصومي يوم الجمعة إيش؟ نافلة. لكن إذا أنت بتقضي فيه قضاء فيجوز. شكرا شيخ، بارك الله فيك، حياكم الله، دعواتكم. الله يوفقك وبارك بعمرك ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. فاطمة من جرش، السلام عليكم. فاطمة السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك شيخ؟ الحمد لله تمام. أخبارك؟ بخير الحمد لله. لو سمحت شيخ بسألك كم سؤال لو سمحت. تفضلي. السؤال، هلا دكتور، هلا بيصير نصلي المكان في صور؟ الصلاة في مكان في صور؟ مكروهة. مكروهة؟ نعم. سؤال ثاني؟ لو سمحت هلا، هلا احنا بنصلي مع الوالد صلاة تراويح. تقبل الله. احيانا احيانا الوالد يعني بنسى، احنا بنكمل صلاة، هل يجوز احنا نكمل صلاة معه ولا انه يعني زي ما دائما بنعمل معه؟ بينسى ايش يعني، بيجيب ركعة زيادة؟ لا يعني بنسى انه يزيد او ينسى ركعة زيادة، احنا يعني احنا بكون يعني احنا عارفين انه احنا بنراجع، بس احيانا بنسى يعني. معاكوا ذكور بصلوا ولا بس البنات؟ لا بس البنات احيانا. طيب بتكونوا عاملين زي هيك صح؟ احنا نكمل معه يا لو احنا يعني بتعملوا له بتعملوا له زي هيك، مبين عليك يا انا؟ لا انا غرفة تانية بالخواب. يعني مش بتحطوا ايديكوا على بعض؟ هل التصفيق للمرأة هو التكبير للرجل؟ إذا أخطأ الإمام وراء ناس ذكور إيش بيقولوا له؟ سبحان الله، بيسبحوا له. التسبيح لمين؟ للذكور. والتصفيق للنساء، كيف بتصفق المرأة؟ بتصفق بإيدها فوق يدها الشمال بالطريقة هذه، بتنبه الإمام على أنه إيش؟ أنه سهى، فبتنبهه إن شاء الله. دكتور سؤال ثاني لو سمحت. ثالث، هلا بتصير تصير قراءة على قراءة الفاتحة على روح يعني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ولا لا يجوز؟ ما ورد، ولكن القرآن كله خير، القرآن الكريم قراءته كلها خير. يعني بيصير يعني نقرأ الفاتحة على روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. تقرأ الفاتحة تقرأه، ولكن لم يرد يعني أن تقرأ عن روح النبي صلى الله عليه وسلم. على السلام. حياكم الله. أم محمد من البلقاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. يا هلا أم محمد، تفضلي. كيفك؟ ما شاء الله بخير. الله يحفظكم، الحمد لله. يا سيدي أنا من فضل الله ربيت أيتام، هذا يعني الله يجزاك الخير فيهم. ويجمعك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. آمين آمين يا ربي، إنا وإلى كل جميع المسلمين. أولادك الأيتام؟ أولادي نعم. بدي أذكرك، نعم بدي أذكرك يعني آسف للمقاطعة، تفضل، إنه المرأة التي يعني تفعل ما فعلتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يفتح لي من يفتح باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبادرني امرأة سعفاء الخدين، المقصود يعني أنها تعبت بحياتها على أولادها، فتسابقني يعني بدها تسابق النبي صلى الله عليه وسلم بفتح باب الجنة، فأسأل من هذه فيقال هذه امرأة قعدت على أيتام لها، فأسأل الله أنت ومن ماثلك أن يجمعك بمحمد صلى الله عليه وسلم على هذا. آمين. تفضل يا ست أم محمد. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فأنا يا سيدي بدي أسألك السؤال، يعني هو نفسه اللي إحنا بجوز لي أنا أطلع عنهم صدقة صيامهم، لأني أنا اللي ماخذ الراقد من وريث من أبوهم. نعم. أنا وريث من أبوهم. تمام. وماخذ الراتب، وولادي شباب ما بصح لهم هم يأخذوا رواتب عن أبوهم. نعم. يعني طلعوا من الراتب، طلعوا من الآن بقي بس راتبك. نعم. هذا الراتب اللي بتأخذيه أنت صار إليك أنت خاص فيكي. طيب ما أنا بدي أطلع عنهم، أولادي يعني شغلهم قليل أولا. نعم. وثانيا أنا ما بخليهم بدون زكاة مثلا. يعني ما بيقدروا هم يطلعوا؟ لا ما بيقدروا، بتطلع عنهم أنت. أنا بطلع عنهم. نعم.
ولا يجب عليك، لأنه المفروض يعني هم إذا كانوا ليلة العيد عندهم قوت يومهم، عندهم أكلهم وشربهم ووضعهم كويس، بتلزمهم صدقة الفطر. إذا ما عندهم ما بتلزمهم. هلا إذا طلعت عنهم أنت لك الأجر والثواب إن شاء الله. أنا يعني أصغر ولد عندي تخرج قبل سنة ونص من الجامعة. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله يحفظ. الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله يوفقهم في أجر بميزان حسناتي عليهم إن آمين. شاء الله بأمر آمين. الله آمين. أجر وثواب إن شاء الله لك الأجر والثواب. فإذا أنت تبرعتي أنك تطلعي عنهم فهذا من قبيل التبرع ولك الأجر إن شاء الله. ألو، يبدو انقطع الخط مع الأخت. السلام عليكم. سلام أخ عمر. السلام عليكم. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. أنا ممكن ما بدي أسأل شيخ بس ممكن أحد. ألو ألو ألو. شيخنا تفضل أخ عمر. عمر رفيق علقة معك. تفضل. الله يسلمك. ممكن بس بدي أحكي بسياق صغير يعني في قصة حصلت معاي، ممكن أتكلمها باختصار شديد هيك دقيقتين تسمح لنا؟ يعني هو سؤال يعني؟ لا والله مش سؤال، قصة يعني. قد إحنا بتعرف إحنا عشان دقيقتين أعطيه، لأن قصة يعني معبرة الكل في يعني لما تكلمني تصل قبل شوي. تفضل. الله يسلمك. أخت حدثتنا يعني مرة بعرفها اللهم صل على سيدنا محمد، هي كانت لا تصلي، فكان الشيطان يجتهد عليها حتى إنه هاي الإمرأة يعني حتى يعني شككت بوجود الله. ألو. معانا شيخ. حتى شككت بوجود الله، يعني صارت تقول إنه ما في إله، يعني الأوضاع اللي كانت تصير معها والمشاكل الحية، يعني كانت تقول يعني إنه ما في إله، إنه يعني مثلاً اللي بعده. طيب. فحلمت نامت يعني بوقت الوقت اللي بتنام فيه، حلمت حلم إنه هي توفت. نعم. فرأت ناس نفسها وهي يعني كانوا يغسلوها، فكانت أيوه عمر يعني قالت إنه كانت لما كانوا يغسلوا فيها الحمم يعني المي اللي كانوا يغسلوا فيها قالت يعني كأنهم كانوا يصبوا عليه في براكين نار، يعني كأنه يعني نهاية بعد المنام ارتدعت ورجعت لأمور دينها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. شكرا أخ عمر. الله يبارك. الأخ خليل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حالك سيدي؟ يا هلا بيك. أطال الله في عمرك وبارك الله في عمرك ويجعلك من أهل فردوس الأعلى إن شاء الله. وإياكم. مين معنا خليل؟ يا سيدي خليل سعودي من الطفيل يا سيدي. ونعم ونعمتين يا مرحبا. يا سيدي العزيز لو تكرمت سؤال بسيطات يعني خفيفات شوي. تفضل يا سيدي. يعني هل يجوز الصلاة وراء حالة الحليق؟ وهل الحليق يحاسب أمام الله ولو كان عنده ظروف يعني؟ إيش الصلاة؟ وراء الحليق ولا حالة الذكر يعني. بتجوز ماله؟ يجوز. نعم. وهل يحاسب على حاسب يعني ما في اللحية؟ يعني اللحية سنة يا سيدي، هل كل السنن احنا عاملينها وقايمين فيها؟ اللحية سنة. نعم. فمن فعلها فله أجر ومن تركها لا وزر عليه. نعم. السؤال الثاني. لا وزر عليه يوم القيامة؟ ولا في الدنيا ولا في الآخر. نعم. هل رمضان يرمض معنا رمضان يرمض الذنوب؟ سمي رمضان بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب. نعم. وسمي رمضان لأنه كان يأتي في وقت الحر يعني يطفئ كل الذنوب. نعم نعم. جزاك الله خير يا سيدي. حياك الله خليل. دعاء دعاء من عمان. السلام عليكم. عليكم. تفضل يا دعاء. الله يسلمك يا شيخ ويطول عمرك يا رب. وإياكم إن شاء الله. لو سمحت بدي أسألك، إحنا بدنا نطلع زكاة صيام جوزي لأنه ما بصومش زكاة. نعم. الفطر قصدك يعني. الفدية فدية الصيام. نعم. فدية الصيام. نعم. فبجوز في عندنا مصاري بغسل الدرج وبغسل السيارات، تصير نعطيهم إلها؟
بجوز في ناس أحوج منهم إذا كانوا فقراء وعندهم عائلات. والله إحنا ما ينعجلون بس ما نعرف حدا هون. جيرانك وأهل عجلون. جيراننا كلهم الحمد لله يعني مناح. ودوهن لعجلون عندكم أنت. ما تعرف الطرق مسكرة يا شيخ. لا 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 فاتح أنا اليوم كنت بربت. يعني بسحر ونروح. مسموح لكم تأخذوا ورقة من عند المحافظ أو بتأخذوا أو أي حدا رايح. بتقولوا له بتعطي الحجة أم فلان والحجة أبو فلان والحجة أم فلان عندكم صخرة صامتة وصخرة وعبين وعبلين هاي قرى المومنية في غير أيوة مضبوط الله حيك يا شيخ أعطوهم الله حيك ده سألك سؤال ثاني يا شيخ تفضلي أنا بس توضي الحجي مقعد يعني الله يعطيك الصحة والعافية الظهر مع العصر المغرب مع العشاء نعم جائز يعني جائز الله يشافيه وعافيه ويحسن ختامنا وختامه ويعطيك الأجر والثواب بيجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء فنقصر بالقرآن يعني شوي لأني بختم بالحج وهيك ربنا إن شاء الله يكتب لك الأجر والثواب قد يكون هذا أكثر من أجر الحج وأكثر من الجهاد في سبيل الله لأن المرأة في بيت زوجها لها أجر المجاهد في سبيل الله فما بالك لما يكون عندها حالة خاصة كمان فلك الأجر والثواب يا بنتي أنا عاجز مقعد يعني ما بقدر يتحرك إلا لما أقود وأقيمه ربنا إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية والضي قدر المستطاع بحيث ما يتأذى يعني نفسيا زي الحاس حالي يعني مقصر بالقرآن لا لا أبدا وانت تغسلي له وانت توضي فيه وانت تخدمي فيه ظلي اقرأي قل هو الله أحد كل ثلاث مرات ختمة قرآن أجرها بعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بالصحابة بيحكي لهم من منكم يستطيع أن يقرأ بألف آية كل يوم قالوا ومن يستطيع ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني الآيات هاي كلها اللي هي السورة القصيرة حافظيتها أنت أكيد الحمد لله قال كأنما قرأ ألف آية فأنت ظل كرريه الله يسلم أثناء العمل طول عمرك يا شيخ يا وإياكم إن شاء الله الله يجزاك الخير حمد. أبو محمد السعودي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساك دكتور أنت صرت مدني هسا سكان الزرقاء يا أبو محمد والله سكان الزرقاء مدني هسا محسن راحت عليك الهويات في بصيرة راحت عليك هويات الكولا لو جنك هيك من غربة يجنك من هالكولا نقيات مرتبات ها ما شاء الله يرفع عنا وش البلاء الناس ما بيعرفوا الكولا هسه خلينا نقول لهم شو الكولا الكولا هو جبل بيجي غرب بصيرة بطل على منطقة الضحل بجنن ومنظره جميل جدا وفي وقت الغروب بصيرة فيها الطفيلة فيها 365 عين مي اها ما شاء الله بس منطقة الكولا منطقة الكولا جميلة جدا هيك مع الغروب لما بتغيب الشمس ها الشمس راحن عليك في الهوايات عاد انت الحمد لله اعطينا سؤالك يا سيدي الله يسعدك وش دكتور اللهم يا رب يرفع البلاء عن ام الاسلاميه والامه كلها الله رب يا كريم يا رب يا كريم بدي اسالك بالنسبه للعمره نعم اثناء تأديه العمره نعم في التكفير بعد ما الطواف والسعي بالسعي في التكفير اول حلقه نعم. هل يجوز أنا كوني مش متحلل نعم بحق لي أن أحلل واحد ثاني بحق لك بحق اللي منهي عنه أنك أنت تقص شعرك وأنت محرم هلا بعد ما تخلص بعد ما تخلص تستطيع أن تحلق لك ولغيرك نعم بعدين الله ينعم عليك هلا أنت إذا قصيت لواحد ثاني مش مشكلة المهم أنت ما تقص ثلاث شعرات فأكثر منك هذا السؤال الأول نعم السؤال الثاني التنعيم مسجد عائشة نعم هل تحسب عمره يفتي فيها بعض العلماء لمن يجلس ثلاثة أيام فأكثر يعتبر صار اسمه مقيم فيأخذ أحكام المقيم بيطلع بين الحل والحرم سواء التنعيم أو أي منطقة أخرى بسموها بين الحل والحرم وبيحرم وبرجع وبيأدي عمره جزاك الله كل خير وإياكم إن شاء الله بعيد علينا أيامنا ومعزبك على الطفيلة يا دكتور نتشرف وعلى جبل الكولا وبشوف الهويات والربيع الممتاز يجزاك الخير الله يهدي البال يا رب منطقة الأحفاد كمان منطقة حلوة وجميلة عندنا مناطق جميلة جدا في منطقة محافظة الطفيلة والنعم منها ومن أهلها حياك الله أشكرك يا دكتور. مرحبا خضر الزيتاوي سلام عليكم يا
أخ خضر السلام عليكم. يعطيك العافية سيدنا الشيخ. يا هلا. بدي أسألك سؤالين يا شيخ. تفضل يا سيدي. الله يبدي أسألك اللي بناء مثلا يعني بكون جنوب بالليل بالنسبة تأخر للساعة 10 والساعة 11 نعم. الصيام. صيامه صحيح ولكنه مقصر في صلاة الفجر. السؤال الثاني يا شيخ. تفضل. اللي ما بصلي قيام الليل التراويح يعني بصلي يوم أو يوم لا. نعم. حتى حصل عليه صلاة التراويح. صلاة التراويح سنة. إن فعلها فله أجر القيام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فبضيع عليه شيء كبير إذا هو قصر في هذا وعنده القوة إنه يصلي. حياك الله يا مرحبا. العفو يا سيدي. حمد الشاعر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي الشيخ في واحد سألته انه بصير انا صبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي في واحد سألة الشيخ انه انا بدي اصوم يعني الستة بعد شهر رمضان. نعم. واصوم وراء علي كمان صوم من شهر رمضان 8 ايام. نعم. اذا صمت انا في الوقت هذا من الجمعة للجمعة ومن الجمعة للسبت الثاني. نعم. بصير؟ قال لها بصير. نعم. وهو ما بدري عن شغلة الستة هذول شعب من شعبان بعد صوم رمضان. من شوال يا سيدي. من شوال. من شوال. بعد صوم رمضان. طيب. فبدنا تقول له تحكي له هيك للشيخ. ايش اقول للشيخ؟ شو ما قال للشيخ هيك مضبوط. يعني هي بدها تصوم 6 ايام من شوال. وبعدين بدها تقضي الايام اللي عليها. لحظة بحكي شيخ. احد حمد. طيب خلاص شكرا لك. حياك الله يا مرحبا. انا فكرت انه قال لها لا صومي صوم. هي تصوم 6 من شوال. وبعدين بتقضي اللي عليها. طيب يا سيدي شكرا. الشيخ حكى لها ما بصيرش تفرد يوم الجمعة بصيام النافلة. خلص حكى هو الشيخ الان حكى صحيح. بدي انا كمان الشيخ اثره انه بصير انه الواحد يعطي من الزكاة لواحد سوري يعني موجود عنده. اي مسلم فقير يجوز انك تعطيه. طيب شكرا جزيلا. حياك الله يا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. اخر سؤال اخ رافع من الزرقاء. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ يا هلا. شو اخبارك يا سيدي؟ الله يحييك. يا سيدي انا قبل اسبوع سمعت بالسياره ومش متبع كثير يعني. نعم. نفخت بالزرقاء ودعست بس بدون قصد. دعست بس بدون قصد. وحكوا لك بس روحت خطيط القط ما بتنط. ها؟ والله ما حدا عساد. يعني بجوز انك تسأل لك حدا بقول لك خطيط القط. هذا اولا قتل خطأ واكيد انك تألمت لهذا الشيء. والله. وبتسأل والله شو عليك. الفتوى في هذا انك تشتري اشي مأكول اللحم، يعني تنفق قيمة شيء مأكول اللحم بشبهها. شو اللي بشبهها مأكول اللحم؟ الارنب مثلا. بتشوف قديش حق الارنب بالسوق وبتتصدق على الفقراء بقيمته. يعني يطلع هيك يعني بقيمة هذا الارنب بتدفع للفقراء. الله يعطيك العافية وربنا يكتب لك الاجر والثواب وان شاء الله يرفع عنك ما اقترفت. مشاهدي الاكارم، على امل اللقاء بكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة، استودعتكم لله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الآيات والسور والسنة.